السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة تعليم إصلاح ماكينة الخياطة. اليوم راه عندنا هاد لاماشين، هادو الكحل اللي يستعملوهم كامل الناس في ديورهم. واليوم هاد لاماشين الموضوع نتاعنا، هاد لاماشين راهي مبلوكية كما راكم تشوفوا. هاد لاماشين عندها حلمودة ما خدموش بها وتصدات ولات ما تدورش كما راكم تشوفوا. اليوم غادي نوريكم كيفاش تنجموا ديبلوكيو هاد لاماشين. تبعوني باش تعرفوا كيفاش تنجموا تصلحوا المشكل كي تكون لاماشين تاعكم كيما هكا ما تدوركمش وتكون عندها حلمودة ما دارتش ما تخدموش بها. تبعوني باش تعرفوا المشكل كيفاش تصلحوا. دركا عندنا هذا الديغريبون اللي راكم تشوفوا فيه، ورا كان فيه بزاف نتاع نتعلم انواع. هذا سائل اختراق للصدى، تشري واحد كيما هذا وديرو. ديجا راني درت هذه الديغريبون صافي، تخليوها 24 ساعه من بعد تجيو وتدوروا لا ماشين نتاعكم كيما هذه 24 ساعه ملي درتها. لازم ديرو كيما هكذا ديغريبون، فوالا ديرو لها في كامل البلايص كيما هكذا. ديرو ثاني هنا وديروا لها كما هنايا، لازم كامل ديروا لها هاد ديغريبون كما راكم تشوفوا فيه. هاواني ديغريبون راه كاين في المحلات الخردوات وبتبن ماهوش غالي بزاف. تشريو قرعه كما هكذا وديروا في لاماشين نتاعكم، يا بري تخليوها 24 ساعه وتبداو تدوروا بيديكم كما هكذا. غاديه تبدا تمشى، ما تضربولني بمارطو ني والو، وهذا غادي يبدا يطلع كما راهي. هاد لا ماشين هادي 24 ساعه ملي ديرت لها دي غريبون هو الصدى كامل تنحى كما راكم تشوفوا. فوالا فوالا هذا كامل يخرج الصدى نتاع لا ماشين، وتبداو تدوروا كما هكذا. من بعد كي تدور دوركم كما هكذا تزيدوا لها عاود دي غريبون، ديروا لها كامل البلايص. عندها تكب هنايا كما راكم تشوفوا، فتكب عندها هنايا كما راكم تشوفوا. ديروا لها لازم كامل البلايص، ديروا لهم هنايا ديروا دي غريبون وتخليوها او موان 3 سوايع من بعد، وتولي لا ماشين نتاعكم دور كما غادي تشوفوا دركا. فوالا لا ماشين هكذا تبدا بشويه شويه تبدا تدور لكم كما راني نوريكم هكذا. من بعد تزيدوا لها عاود دي غريبون، توجور ديرو دي غريبون، والصدى هذاك يقعد ينقلع من لا ماشين نتاعكم حتى تولي بحال الطريقه كما راكم تشوفوا. هذا هو دي غريبون كي لا ماشين تاعكم تكون حلمده ما خدمتش، لازم ديرو دي غريبون. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.